فات في الاجتماع الذي دار بين الرئيسين. شكرا. تفضل. أود أن by welcoming the First Lady with us today and the First Lady of Turkey. Thank you very much for being here. It's a great honor. من دواعي من شرفنا أن نستقبلك هنا. كان هناك لقاء مثمر ورائع. قبل أن نبدأ أود أن أشكر السيد الرئيس أردوغان لإطلاق سراح المعتقل سيرجين كولكي وأقدر بصورة عالية المساهمة الجيدة. فهذه أخبار جيدة لنا للولايات المتحدة وأخبار جيدة أيضا لتركيا. كما يعرف الجميع تركيا هي حليف رائع في الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة في جميع أرجاء العالم، وعلاقاتنا الاشتراكية علاقتنا الاقتصادية لها إمكانات رائعة وتستمر في النمو، وهناك تعاون أساسي بين البلدين لضمان مستقبل زاهر وواعد لمواطنينا. مع خلال هذا اليوم السيد أردوغان ونحن قمنا بمحادثة صريحة وحول موضوعات هامة من بينها الوضع في سوريا. ناقشنا هذا الموضوع الشهر الماضي. أرسلت نائب الرئيس السيد بومباي معنا، أيضا السيد براين مستشار الأمن القومي للقاء السيد أردوغان. نأمل أن ننتهي جميع العنف، وكانت المفاوضات ناجحة، والولايات المتحدة وتركيا أسسوا كمية إنجازات ضخمة في ذلك اليوم، ونحن نعمل نحو تحسين هذا الموضوع في هذه الوضعية المعقدة. فهناك استمرار لوقف إطلاق النار، وأود أن أشكر السيد الرئيس على شراكته لبناء شرق أوسط مزدهر ومستقر. نحن أكدنا لبعضنا البعض وطمأننا بعضنا بأن تركيا سوف تستمر في تطبيق ما يجب أن تطبقه، وأنا معجب بالسيد الرئيس بشكل كبير، وأعرف أن وقف إطلاق النار كان معقدا، ومع ذلك هو يتقدم قدما إلى الأمام، وهناك تقدم سريع في هذا الموضوع. هناك الكثير من الناس يريدون أن ينجح هذا الموضوع بعد عقود طويلة وحتى قرون إذا صح التعبير. الولايات المتحدة وتركيا تعملان على قضايا أمنية أخرى. الولايات المتحدة هي ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، وهي القوة العسكرية الأقوى بعد أمريكا. كانت الولايات المتحدة تزيد بإنفاقها الدفاعي وزاد 2% لدفاعاتها، وهي الثامنة بين 28 بلدا من حيث التزاماتها المالية. تركيا حققت لدعم عمل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، وكان مهم أيضا نسبنا بمحاربة داعش حين قمنا بعملية القضاء على البغدادي. تركيا كانت تعرف أننا نقوم بالعمل في مناطق محددة وكانوا يعينوننا، وكان هذا الأمر جيدا للبلدين. نحن ممتنون للسيد أردوغان لمواطني تركيا بسبب تعاونهم معنا في الصراع المستمر ضد الإرهاب وفي القتال الذي نخوض ضده. حقيقة برامج الدفاعات والأسلحة العسكرية أساسية لنا، ونحن نتابع عمليات بيع الأسلحة التي بمليارات الدولارات، وتركيا هي جزء من مثل F-33 وحققت مسألة الدفاعات الصاروخية F-400 حققت تحديا كبيرا للولايات المتحدة وتحدثنا عنها، ونأمل في المستقبل أن نتمكن من حل هذا الموضوع. وطلبنا من وزير الخارجية أيضا وأيضا مستشار الأمن القومي أن يعملوا على حل
قضية الاس 400 ووافقنا مؤخرا اتفقنا على مبلغ مليار دولار واعتقد ان حققنا تقدما ضخما في هذا الصدد. كان لدينا الكثير من التقدم التجاري مع الولايات المتحدة مع تركيا وسوف نتوسع في هذا الموضوع. تركيا ترغب في هذا الموضوع لذلك نحن نحاول رفع المبلغ لمئات ملايين الدولارات اكثر. هدفنا ان نوسع التجارة بين تركيا وتركيا وان نزيد حجم التعاون بيننا. بالنسبة لكم ممن لديهم اهتمام بهذا الموضوع أود أن أقول أننا ناقشنا اتفاق تجاري مع الصين وهو يتقدم بسرعة أيضا. دعونا نرى ما سيحدث لكن أقول أنه سيتقدم بسرعة وأقول لكم أن الصين ترغب بعقد اتفاق. نحن والسيد الرئيس كان يقوم بإزالة العوائق أمام التجارة الأمريكية والعوائق التي كانت تعيق عملنا. نشجع تركيا على فتح أسواق أكثر وهم يقومون بهذه المسألة بطبيعة الحال باتجاه البضائع الأمريكية والخدمات الأمريكية. فتركيا بدأت بفتح أسواقها وبسرعة كبيرة. السيد الرئيس رأينا في الأسابيع الماضية أن التحالف الأمريكي والتركي يمكن أن تكون قوة أساسية في الاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أتطلع أيضا للعمل معكم في هذا الاتجاه. وأود أن أشكركم أنتم وممثلوكم لقدومكم هنا وأصبحت أعرفكم عن قرب. أنتم تقومون بعمل رائع للشعب التركي وأتطلع قدما إلى الأمام أن أرى أن أوجد أرضية مشتركة للدفاع عن المصالح المشتركة لشعبنا والصداقة بين شعبينا. فلدينا صداقة عظيمة شخصيا من ناحية ومن ناحية أخرى صداقة مع البلد العظيم تركيا، وأنا أتطلع قدما للأمام في التقدم بهذا الموضوع وبناء علاقات أقوى وأكثر متانة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك. السيد الرئيس، صديقي العزيز دونالد ترامب، السيدات السادة الوزراء الأعزاء، السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، باسمي وباسم الهيئة المرافقة لي وباسم شعبي أحييكم بأجمل وأحر التحيات. بداية أشكر السيد دونالد ترامب وعقيلته على حسن الضيافة، كما أشكر جميع الهيئات التي عقدنا معها اجتماعات. في الحقيقة كان هذا الاجتماع سواء بيننا وبين الهيئات الثنائية النظيرة كان اجتماعا مثمرا ساهم في تعميق وتطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين كلا الدولتين والمعتمدة أصلا والمبنية على جذور عميقة. كلا القيادتين أثبتت على تطوير وتنمية هذه العلاقات كما اتفقنا في مكافحة ومجابهة جميع التنظيمات الإرهابية ونملك وجهة النظر عينها، وخصوصا في مواجهة ومجابهة تنظيم داعش الإرهابي وخصوصا في المرحلة التي تلت قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي البغدادي. هذا بالإضافة إلى قضية المعتقلين لعناصر تنظيم الإرهابي الموجودة في دولتنا. كما تعلمون إن الجمهورية التركية بدأت صفحة جديدة بعد إعلانها لعملية نبع السلام. إن الجمهورية التركية وبقيامها بعملية نبع السلام كانت ضربة قوية ضد جميع التنظيمات الإرهابية، في مقدمتها تنظيم PKK الإرهابي وجميع أذرع تنظيم PKK الإرهابي الموجودة في سوريا. وأعتقد بأن حققنا نتائج إيجابية بضرب أوكار التنظيمات الإرهابية والتي كانت تقوم باستهداف مدنيين وقواتنا المسلحة التركية بعد عقد اتفاقية بيننا وبين أمريكا وروسيا. كان هنالك إخلال لهذه التنظيمات الإرهابية لهذه الاتفاقية، وكان هنالك عدد من
المدنيين من فقدوا حياتهم نتيجة قيام هذه التنظيمات الإرهابية إطلاق النار. ولكن كما تعلمون هنالك حملات تقام ضد الجمهورية التركية، حملات عارية عن الصحة تستهدف العلاقات الثنائية التركية الأمريكية، كما تريد الصيد في المياه العكرة وإيجاد وخلق مشاكل وعراقيل تقف أمام عجلة تطوير وتنمية العلاقات الثنائية. هذا بالإضافة إلى قيام بعض عناصر الكونغرس. أيضا قمنا بمناقشة هذه الحملات. أيضا كما تعلمون قبل 104 أعوام حرب قد وقع في العالم. قرار هذه الأحداث التي سبقت 104 أعوام يجب أن يتخذها المؤرخون لا السياسيون. ونحن كجمهورية تركية نقف جنبا إلى جنب في مناقشة الأزمة والمزاعم الأرمنية، وأرشيفنا مفتوح أمام جميع القوى الدولية. قرابة 1,000,000 وثيقة موجودة في أرشيفنا، والدعوة مفتوحة لجميع الأطراف الدولية في مناقشة ورؤية هذه الوثائق. الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التحالف ضد جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. إن الجمهورية التركية قامت بكفاح ونضال قوي ضد التنظيم الإرهابي تنظيم داعش، وهي الدولة الوحيدة داخل حلف الشمال الأطلسي الناتو والتي قامت بمواجهة تنظيم داعش وجها لوجه. هذا بالإضافة إلى تحييد الآلاف منهم واعتقال الآلاف وإرسال منسوبي وعناصر داعش وعدم السماح لهم أيضا باستخدام أو التوجه إلى الأراضي التركية. كما تعلمون الآن هنالك قرابة 184 معتقلا من نساء وأطفال عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل السجون التركية، ونحن مصرون وعازمون على مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي واستهداف جميع أوكاره. ويجب على جميع الدول أيضا أن تقف معنا وأن تقبل مواطنيها ومن يحملون جنسية تلك الدول واستقبالهم، والتعاون مع تركيا في إيجاد حلول لتنظيم داعش الإرهابي. السيدات السادة الأعزاء، قرابة 910 كيلومترات تجمعنا مع سوريا، ومنذ بدء الأزمة السورية إلى الآن تتصدر الجمهورية التركية النتائج السلبية لهذه الأزمة. كما استقبلت الجمهورية التركية ملايين اللاجئين السوريين من مختلف الأعراق، عربا وكردا ومن مختلف الأديان. أيضا قرابة 40 مليار دولار صرفتها الجمهورية التركية على اللاجئين السوريين، على الرغم من إعطاء الدول الأوروبية لوعود بتقديم دعم للجمهورية التركية، ولكن إلى الآن حصلنا على 3 مليارات يورو فقط. كما نقوم بتقديم الدعم إلى الآن بتقديم الدعم المادي إلى جميع المخيمات واللاجئين السوريين. ركزنا على جميع هذه النقاط وقلناها مرارا وتكرارا، وإن إيجاد الحلول الجذرية يجب أن تكون داخل مساعي جميع الدول، وإن هذا الوضع يتأزم يوما بعد يوم. كما قدمنا أطروحتنا ببناء وإنشاء منطقة
آمنة وتهيئة الظروف المناسبة أيضا أمام اللاجئين السوريين من أجل الإعادة الطوعية. قمنا بإجراء أو القيام بعمليتين هما درع الفرات وغصن الزيتون، وقرابة 400 ألف لاجئ سوريين رجعوا وبشكل طوعي إلى المناطق التي تم تحريرها من التنظيمات الإرهابية. كما عرضنا أطروحتنا أيضا وخريطة طريقنا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وطالبنا المساعدة من جميع الدول. هدفنا التالي: إنشاء منطقة آمنة من الحدود العراقية التركية السورية إلى جرابلس بعمق 20 ميلا، وتوطين قرابة مليون لاجئ سوري. كما عرضنا أيضا توطين مليون لاجئ سوري آخر في محافظتي الرقة ودير الثور السورية. أيضا كما تعلمون بأن تنظيم جولان الإرهابي قام بالمحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة في شهر تموز عام 2016. استخدم هذا التنظيم الإرهابي الأسلحة العائدة للقوات المسلحة التركية، واستشهد قرابة 155 مواطنا تركيا، كما جرح أكثر من 2000 مواطن تركي في هذه محاولة. أيضا عرضنا أخطار هذا التنظيم الإرهابي وضرورة تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا في مكافحة تنظيم جولان الإرهابي. كما أيضا قمنا بنقاش زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى أرقام كبيرة. كما أيضا ناقشنا تطوير الصناعات الدفاعية. كما أيضا ناقشنا منظومة S-400 و F-35، واتفقنا كلا القيادتين على الرجوع وإحكام الدبلوماسية والسياسية من أجل حل هذه المشاكل والعراقيل وتوحيد وجهة النظر الثنائية بين كلا القيادتين التركية والأمريكية. كما كررنا استعدادنا وبشكل كامل للحصول على منظومة باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية، وعرضنا استعدادنا على الرئيس دونالد ترامب. وبشكل عام أتمنى أن يكون هذا اللقاء وهذا الاجتماع وسيلة خير تعم بالخير على كلا الدولتين. كما أشكر السيد الرئيس دونالد ترامب على حسن الضيافة وهذه الدعوة لهذه الزيارة باسمي وباسم زوجتي والهيئة المرافقة لي وباسم شعبي. Thank you very much, Mr. President. شكرا جزيلا لك سيد الرئيس. طلبت من السناتور وطلبت من عدد من السناتورات للقاء، وانتهينا مع 5 أعضاء أرادوا البعض أن يأتوا، البعض الآخر انضم إلين. السناتور جيمريش، شكرا جيمت، تين كروز، شكرا جزيلا، لينزي غريم، شكرا لك، شكرا لكم. جوني، هل جوني هنا أو هنا في مكان ما في المؤتمر؟ هؤلاء الأشخاص يريدون أن يجدوا قضايا الشرق الأوسط غير عالقة. كان هناك مناقشات صريحة، نحن نتعامل مع مواضيع كبيرة ومعقدة صار لها قرونا في الشرق الأوسط، ونحن نحقق تقدما كبيرا في الشرق الأوسط. حسنا، نأخذ بعض الأسئلة. تفضل أيو إن. شكرا سيد الرئيس. أود أن أعرف ردة فعلك. هل تشعر سمعت أن هذا الموضوع نكتة؟ فأنا لم أتفرج على الموضوع لدقيقة واحدة، فالسيد الرئيس أهم لي، قضيت وقتي معه، هذا عار ولا يجب أن يسمح بهذا العار.
كان هناك وضعية خلقت من قبل أناس لا يجب أن نسمح لها القيام بهذه المسألة. كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حتى بخصوص اتصالي مع الرئيس الأوكراني، وكانت مكالمة جيدة، وكتب شيء مختلف عن الحقيقة. أود أعرف لماذا الآي جي قدم هذه المسألة بهذه الطريقة. كان يجب أن يتم فحص المكالمة من قبله. في يوم الخميس هناك مكالمة أخرى، وكانت المكالمة الأولى من المكالمتين. وأنا سمعت أن هناك تقرير يقول فيه أن هناك معلومات قادمة من طرف ثالث، ولا يوجد شيء مباشر، ولا يمكن أن تكون مباشرة. يعني لم أقل هذا الكلام. إذا قرأت معلومات المكتوبة حول المكالمة سوف تعرفون الحقيقة. تم تحليلها من قبل جيريد ومن قبل سيد مارك ومن قبل جميع من قال أن هذا التصريح صدر من قبلي. يقولون أنني قمت بهذا الاتصال مع رئيس السيد الرئيس الأوكراني. يجب أن تمر البلاد من هذه المرحلة، فلا يجب أن نضيع وقت السيد الرئيس هنا حول هذا الموضوع. فنحن نريد الحديث عن محادثات السلام في الشرق الأوسط، وهذا يبدو مصيدة، وتم اللعب بهذا الموضوع كمصيدة. يجب أن تخبريني بهذا بخصوص سوريا. أراد السيد أردوغان الحديث عن اللاجئين السوريين. هل قمتم بمناقشة موضوع اللاجئين مع القادة الأوروبيين؟ أعتقد بصراحة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع على هذا الموضوع، فالتركية هم تدفع لهذا الموضوع معظمه. فهم أنفقوا أكثر من 40 مليار دولار بخصوص تكاليف اللاجئين السوريين. كم هو المبلغ؟ 40 مليار، هذا ما قلته. نعم، أيا كان، لقد أنفقوا الكثير. نعم، سامحوني، هناك أرقام مختلفة. أنا سمعت 40 مليار، صحيح؟ إذا نقول 40 مليار، وسمعت هذا الرقم من قبل. الاتحاد الأوروبي ساهم بثلاث مليارات، والكثير من الناس إذا ذهبوا إلى أوروبا من هؤلاء اللاجئين سيخلقون وضعية صعبة جدا للأوروبيين. هناك 4 ملايين لاجئ، بينهم أكراد في تركيا تعتني بهم. أنا تحدثت لأوروبا بخصوص هذا الموضوع. يجب أن يساعدونا بخصوص داعش، لأنهم أتوا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلدان أخرى. هذه البلدان يجب أن تساعدنا، لأننا إذا تم إطلاق سراح هؤلاء ولن نقوم بهذه المسألة. إذا أطلق سراحهم سيعودون إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكل هذه البلدان التي لا تساعدنا. أعطيتهم الخيار، هل تريدون أن نرسلهم إليكم؟ قالوا لنا بصراحة وبذكاء، لا نريد. هذا شيء غير عادل وغير جيد. تركيا قامت بإلقاء القبض على بعض الهاربين في بعض أيام القتال التي تم إطلاق نار عاصف. تركيا قامت بإلقاء القبض على كل من هرب، إضافة إلى مجموعات إضافية. حين أصبحت رئيس كانت داعش تنطلق عبر الشرق الأوسط، كما قالت أن منذ شهر قمنا بالقضاء على الخلافة ولم يتمكنوا من التوسع. وما قمنا به بالأسبوع الماضي بخصوص البغدادي الذي كان المؤسس والقائد قمنا بالقضاء عليه، وقمنا بالقضاء أيضا على الرجل الثاني في التنظيم، وسنصل ما بعده. وسأقول أن تركيا مدت لدينا العون بكثير. سؤال السيد أردوغان، هناك الكثير من الأمور في الحدود التركية السورية، هل يمكن تضمن أن الحكومة التركية ستحمي المسيحيين على الحدود في تلك المنطقة، أرمنيين ومسيحيين وسواهم؟ شكرا لك.
شكرا جزيلا. على العكس تماما، الكلدانيون والإيزيديون والمسيحيون نحن حساسون جدا في معاملة هذه الطوائف، وهنالك معاملة خاصة لنا، سواء الذين يعيشون في سوريا حتى الذين تضررت مراكز عباداتهم. نحن تعهدنا على ترميم أماكن عبادتهم وتهيئة الظروف المناسبة لجميع هذه الطوائف من أجل ممارسة عقائدهم وعبادتهم بشكل جيد. المسيحيون، الكلدانيون، الإيزيديون الذين يعيشون الآن في تركيا لا يعانون من أي خلل أو مشاكل أو عراقيل، ولكن الذين يعيشون في سوريا نحن نبذل قصارى جهودهم من أجل تهيئة الظروف والشروط المناسبة من أجل تقديم الدعم المادي وترميم جميع مراكز عبادتهم. شكرا جزيلا. هل تريد أن تجيب على أسئلة بعض الصحفيين؟ A friendly person from Turkey, please. Friendly, only friendly reporters. نريد فقط مراسلين ودودين اتجاه تركيا. لا نريد غير الودودين. بالنسبة لأوباما وسياسته الخارجية. بخصوص موضوع PKK. خلقت سياسة أوباما ضررا للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. قوموا بدعوة مازن كوباني، وأن هذا الرجل قام بتنفيذ 18 هجوما إرهابيا أضرت بكل من العسكريين والمدنيين الأتراك. هل ما تزالون ترغبون بدعوة هذا الرجل؟ خصوصا أن هذا سيضر بالعلاقات التركية. كان لدينا مناقشة جيدة بهذا الموضوع. نحن نعمل عن قرب مع بعض البعض، ونعمل عن قرب مع السيد الرئيس العظيم، والكثير من الأمور تحدث، الكثير من التطورات الإيجابية تحدث. هذا يتعلق بالتعريف الموضوع، ماذا نعرف المجموعات المتنوعة الموجودين بين الأكراد؟ بعضهم نحبهم، بعضهم لا نحبهم. هناك عدد ضخم، قمنا بمعرفة الكثير من الأمور بخصوص هذا الموضوع، ودعونا نرى ما سيحدث. لكن ما سأقوله أن العلاقة مع السيد أردوغان مع تركيا كانت ممتازة، وتركيا بلد مهم مع وبقوة عسكرية ضخمة، ونحن نقوم ببيع أسلحة بعدد ضخم لتركيا، والولايات المتحدة تبيع معدات عسكرية لجميع أنحاء العالم، وتركيا استثمرت في هذا الموضوع، وأعتقد أن تقدما ضخما تم تحقيقه في هذا الموضوع. يمكن أن تسألوا السيد الرئيس سؤالا. هل ستسأل نفس السؤال خصوصا هذا الموضوع؟ السيد الرئيس، طلبتم من الولايات المتحدة الأمريكية حول تنظيم جولان الإرهابي، وأن هنالك مساعي كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، و في المراحل الماضية كان هنالك تفاهم للسيد دونالد ترامب لهذه القضية. هل هنالك تطوير في هذا الملف، وهل ستكون هنالك تطوير في المرحلة المقبلة حول تنظيم جولان؟ السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، كما تعلمون وخلال هذه الزيارة كما كانت في الزيارات السابقة قدمنا أدلة كبيرة واضحة وصريحة إلى الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية إن تنظيم جولان هو تنظيم إرهابي، والعناصر المنتمية إلى هذا التنظيم هم عناصر إرهابية قاموا بالمحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة التي أدت إلى استشهاد 150 مواطن تركي، بالإضافة إلى أكثر من 2000 جريح.
وأن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الأراضي وتوفير الشروط والظروف لهذا التنظيم وزعيمه في الحقيقة لا يمكننا تقبل هذه التصرفات. أيضا في هذه الزيارة قمنا بجلب أدلة أكثر سنقدمها إلى الإدارة للولايات المتحدة الأمريكية كما يطلب منا تسليم الإرهابيين. يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تقوم بتسليم الإرهابيين إلى الجمهورية التركية إذا ما كانوا يشكلون خطرا. سيد جون فوكس تفضل. شكرا سيد رئيس. كان هناك سؤال حول التحقيقات. أنا لا أعرف شيئا حول هذا الموضوع. ساندلن قال أن تحدث لي بشكل موجز. قلت له لن يكون هناك اتصال سريع في أي كان الظرف. لذلك لم أسمع ما قلته. يبدو هذه المعلومات ليست من المصدر الرئيسي. أنا لا أتذكر شيئا من هذا الحديث ولو قليلا. حسب شهادته قال أنه لا يوجد مثل هذا الموضوع. المسألة بسيطة جدا. طلب منك ترامب أن لا تقوم بشن عمل عسكري وقال لك لا تكن رجلا قاسيا، لكنك قمت بشن هجوم عسكري في شمال شرق سوريا. أود أن أسألك لماذا تم هذا الموضوع؟ السيدة السادة الإعلاميون الأعزاء، قمت بإعطاء هذه الرسائل مرة أخرى إلى السيد الرئيس دونالد ترامب وبخصوص السيد فرهاد كوباني. نحن تأسفنا على دعوة القيادة الأمريكية للزعيم الإرهابي فريد شاهين، وهو الذي أدى إلى استشهاد المدنيين والعسكريين في الجمهورية التركية، كما هو الابن الروحي والمعنوي لأوجلان المسجون في السجون التركية. وإن هذه المواقف الأمريكية أيضا أحزنتنا وتأسفنا عليها. أيضا نتأسف من المواقف الروسية أيضا حول هذا الخصوص. إذا ما كنا متفقين على مكافحة ومجابات جميع التنظيمات الإرهابية والعناصر المنتمية إلى هذه التنظيمات الإرهابية، يجب علينا أن نكون يقظين وحذرين وأن نتعاون مع بعضنا البعض. هذه التنظيمات الإرهابية الآن تشكل تهديداً وخطراً علينا، والغد سوف يلدغون من نفس الجحر أيضاً، لأن هذه التنظيمات الإرهابية تشكل خطراً على جميع الدول العالمية. كما قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية أيضاً بإثبات هذه التنظيمات الإرهابية، قمنا بإعطاء الرسائل إلى السيد الرئيس، كما قمنا بإعطاء هذه الأدلة والإثباتات حول تنظيم التنظيمات الإرهابية. شكرا جزيلا. أنا من كردستان. شكرا جزيلا سيد الرئيس لكل ما قمت به لكردستان وللبشمركة. سيد ترامب في قتالهم ضد داعش. سيد ترامب، سؤالي: كل السيناتورات الذين لقيتهم وقابلتهم يقولون أن كردستان فريدة وتحمي كل الأقليات، ما هي سياستك بخصوص الأكراد؟ والسؤال الآخر للسيد أردوغان: لماذا لم تستطع إطلاق مفاوضات مع الأكراد في سوريا؟
كما فعلت مع كردستان العراق، ربما يكونون أصدقاء لك في المستقبل. وشكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. أقول أن لدينا علاقات عظيمة مع الأكراد، وخضنا قتالا ناجحا ضد داعش سوية. لدينا جنرالات عظماء ومعدات عظيمة ساعدت، وكنا ناجحين نجاحا باهرا، وألقلنا القبض على 100% من المقاتلين. كنت سأقول قضينا على 70%، لكن ربما يبدو الرقم عاليا. قال بعض الناس قل 100% بسرعة. وصلت العمل العسكري إلى نسبة 100%. لدينا علاقات عظيمة مع الأكراد، وكانت لدينا هذه العلاقات، ولدينا علاقة طويلة معهم. وأعتقد أن السيد بالمناسبة ربما لديه علاقات مع بعض الفصائل الكردية، لكن أعتقد أن السيد الرئيس لديه علاقات عظيمة مع الأكراد، فالأكراد يعيشون في تركيا وهم سعيدون ويحظون بالرعاية الصحية. وتحدثنا عن هذا الموضوع والتربية والتعليم وأمور أخرى. علاقاتنا مع الأكراد كانت دائما تسير بصورة جيدة. شكرا جزيلا. بداية السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، يجب أن نفرق بين مواضيع رئيسية. لا توجد هنالك أي خلافات بيننا وبين الكرد، وإنما خلافتنا وقضيتنا هي مع الإرهابيون الموجودون، وهي تنظيمات PYD و YPG الإرهابية، والتي تعد أذرع لتنظيم PKK الإرهابي. كما تجمعنا علاقات وثيقة ووطيدة مع إخواننا الكرد في شمال العراق، فإن لا توجد هنالك خلافات بيننا وبين الكرد الذين يعيشون في سوريا أيضا، وعلاقتنا وطيدة وسليمة. إن نظام الأسد عندما كانت تجمعنا معه علاقات وطيدة، طالبناه مرارا وتكرارا بإعطاء الجنسية لمن سحبت منهم الجنسية من المواطنين الكرد الذين يعيشون في سوريا. كما قلت قبل قليل، هنالك ممثلون عن الكرد الذين يعيشون في الجمهورية التركية في مجلس الشعب الكردي. يجب عليكم أن تفرقوا بين الكرد وبين الإرهابيين. نحن نواجه ونكافح ونناضل ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وهنالك قاعدة: الإرهابي والتنظيمات الإرهابية هم إرهابيون وتنظيمات إرهابية، لا عرق ولا دين ولا مذهب لها، وإلا ستلتغون من نفس الجحر. شكرا جزيلا لكم. إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماع لهما في البيت الأبيض في إطار هذه القمة التي تعقد بين الرئيسين. أبرز ما جاء على لسان الرئيسين في هذا المؤتمر الصحفي: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال تركيا تبذل مجهودا كبيرا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية. قال أيضا نسعى مع الجانب التركي إلى مضاعفة حجم التجارة بين بلدينا لتصل إلى 100 مليار دولار. قال أمل أن تتمكن واشنطن وأنقرة من حل الخلاف بشأن صفقة الصواريخ S-400. دونالد ترامب قال تركيا كانت متعاونة جدا وكانت تعلم أننا سندخل إلى مناطق محددة في حربنا ضد تنظيم داعش. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال سلطنا أنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على محاربة تنظيم داعش، وأكدنا على عزمنا على محاربة الإرهاب. الرئيس إردوغان قال نشدد على التزامنا باتفاقنا مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في الشمال السوري. نوه أيضا إلى أن اعتراف مجلس النواب الأمريكي بما يسمى بمذابح الأرمن يضر بعلاقاتنا مع واشنطن، وقال أوضحت ذلك للرئيس ترامب. الرئيس إردوغان قال أنقرة وواشنطن تقفان جنبا إلى جنب من أجل التخلص من تنظيم داعش وإرساء الاستقرار في المنطقة. الرئيس التركي أيضا أشار إلى أن تركيا هي أكثر من حارب تنظيم داعش، وأشار إلى أن أنقرة اعتقلت أكثر من 1000 من مقاتلي التنظيم
في الفترة الأخيرة. الرئيس التركي قال يجب أن يعود المقاتلون الأجانب في تنظيم داعش إلى دولهم، نوه إلى أن أيضا أن تركيا تمكنت من إعادة أكثر من 365 ألف سوري إلى أراضيهم بفضل عملية نبع السلام في الشمال السوري، وقال يمكن لتركيا أن تعيد نحو 2 مليون لاجئ سوري إلى ديارهم في الرقة ودير الزور والشمال السوري. أشار إلى أن تركيا هي العضو الوحيد في حلف الناتو الذي حارب تنظيم داعش بطريقة فاعلة. نذهب إلى واشنطن إلى مراسلنا مروان زعتر. إذن مروان، لو تجمل لنا أبرز ما جاء على لسان الرئيسين في هذا المؤتمر الصحفي. نعم، عديدة هي القضايا التي ناقشها الرئيسان. بداية لابد من القول بأن اللقاء كان مثمر لتطوير العلاقات بين البلدين، سواء عن علاقة الصداقة الشخصية التي تجمع الرئيسين أو أيضا صداقة البلدين بعد الأزمات العالقة والملفات الشائكة سيتم حلها ومعالجتها عبر القنوات الدبلوماسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدأ كلمته بصديقي العزيز في إشارة إلى متانة وقوة العلاقة الشخصية بين الرئيسين، أكد بأن تركيا ماضية في محاربة كافة المنظمات الإرهابية على رأسهم داعش، وأيضا التعاون الوثيق بين البلدين للاستمرار في محاربة كل التنظيمات الإرهابية. أيضا عن المنطقة الآمنة شدد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأن تركيا من حقها المضي قدما في هذا المنطقة الآمنة التي ستوفر الأمن لحدودها الجنوبية وأمنها القومي، وتركيا هي التي ستكون مشرفة على تلك المنطقة الآمنة، ليست فقط هذه المنطقة الخالية من الإرهابيين وإنما أيضا لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر ممكن عودة 1 مليون لاجئ تقريبا إلى تلك المنطقة، إلى منطقة شرق الفرات في شمال سوريا بعد أن تكون كل الظروف هيئت لهم. أيضا عن منظمة جولن الإرهابية، فطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة مع تركيا في خصوص هذا الملف، إشارة إلى تسليم فتح الله جولن رئيس هذه المنظمة الإرهابية. أيضا في مقاتلات F-35 أكد الرئيس التركي بأن تركيا هي شريك في هذه المقاتلات، كما أنه من الممكن أن تكون هناك حلحلة أيضا لهذا الملف خاصة عبر القنوات الدبلوماسية، وهذا أيضا ما أكده بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن عن أيضا زيادة التبادل التجاري، بالفعل سيكون هناك زيادة للتبادل التجاري سواء كان عن طريق الصناعات الدفاعية أو أيضا التجارية، فالبلدين يسعيا إلى رفع هذا التبادل التجاري إلى حوالي 100 مليار دولار. إذن الاتفاق حول القضايا العالقة سيكون عبر الرجوع إلى القنوات الدبلوماسية، هذا الذي أكده أيضا بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بالإدارة التركية لضمان واستقرار الشرق الأوسط، كما أيضا أشاد في الدور الكبير الذي لعبته تركيا وما تزال تلعبه في مكافحة الإرهاب والتعاون الكبير بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على أبو بكر البغدادي زعيم داعش الإرهابي. أيضا عن مقاتلات F-35 أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذه المسألة العالقة